بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. يبدو أنه تحقيق الانتصارات الدائمة أو التركيز فقط على الفوز ضد الآخرين لا يحقق بالضرورة النجاحات المتكررة في الحياة. أولاً، ليس هناك ضمانات أكيدة بأنه أنت ستنتصر كل مرة ولو تمكنت من التخطيط والتدريب والتركيز 100%. ثانياً، ليس هناك ضمانات أيضاً أنه المنافسة هي لصالحك في كل مرة أو أنه منافسك أضعف منك أو أقل حظاً منك مهما حاولت أنه تركز على انتصاراتك الدائمة ضده. وهذا لا يعني طبعاً أنه أنا أدعو الناس أنه ما يخططوا أو يركزوا أو يقوموا بواجباتهم قبل المنافسة لتحقيق الانتصارات، ولكن أنه تصبح أنت مهووس بالتخطيط والتدريب لتحقيق تلك الانتصارات، فهذا أمر خطير. وأخطر ما فيه هو التشويش الناتج عن هذا الهوس الفكري الدائم لتحقيق الانتصارات. أضف إلى ذلك مخاطر هذا الهوس على الاستقرار النفسي والشخصي والعائلي. النصيحة المنطقية هو أنه تخطط من دون هوس وتستعد من دون انفعال وتنافس من دون جنون. والأهم من كل ذلك هو أنه تتجنب الأخطاء البسيطة والمتكررة واللي بتؤدي عادة إلى الخسارة. نعم، إن عدم تكرار الأخطاء البسيطة وتجنب الوقوع مرة أخرى بمشاريع فاشلة أهم بكثير من التخطيط الممل والتركيز الدائم. نعم، إن الأخطاء البسيطة وإن تكررت في الحياة تضمن لك الخسارة الدائمة في الحياة. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.